اي واحد نشر الاشاعه الحبس سالينا. السلام عليكم خوتي خواتاتي. بغيت ندوز واحد الميساج هو على هذا الوضع اللي كان عايشو في البلاد اللي هو وضع استثنائي بخصوص كورونا. هذا الميساج لكاع دوك لي زونفليونسور اولا ملي كتصطلح عليهم انفيونسور، الله يرحم ليكم الوالدين. شي واحد ما كيعرفش شي حاجه، ما عندوش دليل على شي حاجه، ما عندوش مصدر مؤكد، الله يرحم ليكم الوالدين. بقيتش تهضروا في شي حاجه ما كتعرفوش ليها، سينو راكم كديروا واحد الحاله ديال الهلع في صفوف المواطنين. كونوا مسؤولين، عارف شي حاجه يسكت. بحالي انا ساكت، ما كنهضرش في الموضوع حيت ماشي تخصص ديالي. لهذا الله يجازيكم بخير، هاد البساله ديالكم ما بقيناش باغينا، وقفوا هذيك الهضره حتى يفوت هذا الشيء. وتير هضره اخويا في الله يرحم ليكم الوالدين، ديك البساله ديالكم، داك التخربيق كتعرفوا نتوما في السياسه، كتعرفوا في الاقتصاد، كتعرفوا هذيك البساله، وقفوها هنايا. لا باقيش شي واحد يهضر على كورونا ولا زورونا ولا فورونا الا ما كانش عنده مصادر اللي هي موثوقه، ولا لا ما كانش، لانكم فريمون راكم دايرين مرونينها في هذه البلاد. وانا والله العظيم الا كنطالب المسؤولين انه اي واحد نشر الاشاعه الحبس سالينا، حيت راه فريمون عيقتوا الخوت، عيقتوا وليتوا كتهضروا فاش ما كان، وكتزعموا على اي موضوع تبداو تهضروا عليه. هذا الشيء راه ماشي الضحك، هذا الشيء راه حاله اللي هي كتهم استقرار الوطن والمواطنين. لهذا الله يجازيكم بخير، اللي ما كيعرفش شي حاجه يدخل سوق راسه.